بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أيها الأخوة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شاهدنا 5 أشواط، شاهدنا الكؤوس، شاهدنا الإثارة، شاهدنا المتعة، شاهدنا الأعاصير الغربية في هذا المساء القوية التي استطاعت أن تنجز هذا الإنجاز المستحق. من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن سار على الدرب وصل. هكذا هي العبارات التي يستحقها من يبحث دائما عن خيرة السلالات المتميزة التي تأتي بالمفاجآت، وليست بالمفاجآت على أبو زايد، وإنما إنجاز ينضاف إلى سجله الحافل بالنواميس. هكذا على البركة أيها الأخوة، الشوط السادس المخصص للجعادين المهجنات لأبناء القبائل. الرحلة هي 6000 متر، سيارة ثمينة رصدت للفائز بالمركز الأول. طبعا هنالك لا نكتفي بالسيارة، وإنما جوائز نقدية قيمة من بعد المركز الأول، من الثاني وحتى المركز العاشر. أتمنى أن الله سبحانه وتعالى أن يمد الصحة والعافية على كل من وقف ودعم هذه المسيرة ماديا ومعنويا إن شاء الله، والسامع يقول آمين. مباشرة أيها الأخوة مع الصدارة الأولى، مباشرة مع النادر، وهذا الشعار النادر ما شاء الله على مقدمة الشوط، وتعود ملكية النادر للسيد أحمد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي على الصدارة الأولى. بينما المركز الثاني أيها الأخوة، هنالك الذيب على المركز الثاني للسيد ناصر بالعوضي المنهالي، ووصل ووصل هنالك على المركز الرابع أيها الأخوة شاهين سعيد بن سالم بن سهيل العامري، روح يا بن مسلي. لكن هنالك المركز الخامس، هنالك القوة والإثارة، هنالك هملول لمحمد بن ناصر بالعوضي المنهالي ما بين الأسماء، هنالك يتدخل اسم قوي ينتقل من مركز إلى مركز، الله يا بن شريم، هنالك بن شريم يتدخل بقوة وبإثارة ضمن الأسماء القوية، ضمن الأسماء المتقدمة. هنالك شاهين فيصل بن طالب بن شريم المري، ولكن هنالك النادر أحمد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي، ووصول أيضا من القوة والإثارة من قبل الذيب سالم بن علي بن سعيد الدرعي، وكذلك هنالك من قادم، الله يا مدهش، سالم بن صالح بن علي بن مقارح. ولكن أعود مع المقدمة، أعود مع القوة، أعود مع الإثارة، أعود مع أهالي العين، أعود مع أهالي الوثبة، أعود مع بالعوضي. الله 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 الله، بديع في موقع الإبداع، بديع في موقع الصدارة، بديع على المركز الأول، بديع على الصدارة الأولى، محمد بن ناصر بالعوضي المنهالي على الصدارة الأولى. ولكن الغربي، وصل الغربي ما شاء الله من الثالث إلى الثاني، وعين على المركز الأول. الغربي أيها الأخوة لمحمد بن ناصر محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، روح يا ابو زايد، روح والله معاك، روح والله معاك، مع المركز الثالث الان من الثاني والى الاول ما شاء الله. ولكن من هناك؟ التاريخ يتحدث، التاريخ يبتسم، التاريخ يصفق مع ابن شريم فيصل بن طالب بن شريم المري على المركز الثاني ايها الاخوة. بينما المركز الثالث هنا احد الضيوف ايضا، اركان 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 ايها الاخوة، يصل بكل قوة لسعد بن حمد بن سليمان آل جبرين، وكذلك الوصول ايضا من الزاوية الاخرى هملول محمد بن ناصر بالعوضي المنهالي، وايضا هنالك وصول ضمن الاسماء المتقدمة من الذيب سالم بن علي الدرعي. واعود عند المقدمة، اعود مع الغربي، اعود مع الغربي، الغربي وشاهين، الغربي وشاهين، ولكن الغربي سلام 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 غربي، سلام سلام يا ابو زايد، سلام الناموس والتهاني وكل كلمات تخلص، حتى الاكسجين عني خلص، ولكن انجازاتك لم تخلص. هنيئا والله، هنيئا والله، هنيئا والله، اكررها 3 مرات لك، وابصم لك مليون بصم. محمد بن زايد بن خلفان المنصور المركز الثاني، شاهين فيصل بن طالب بن شريم، والمركز الثالث والرابع محمد بن ناصر بالعوضي، وفي المركز الخامس ايها الاخوه فكان الذيب للسيد سالم بن علي بن سعيد الدرعي. هكذا أيها الأخوة الكرام مستمعينا أينما كنتم، رأينا القوة ورأينا الإثارة ورأينا الغربي الذي يستطاع
أن يضيف نقطة إلى النقاط الكثيرة التي سبقت هذا الشوط. التهنئة والناموس لمالك الغربي، 9 دقائق 34 ثانية، وفاء وتماما التهنئة لمالك الغربي. السيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري بينما المركز الثاني، المركز الثاني شاهين لفيصل بن طالب بن شريم المري، توقيته 9 دقائق 37 و9 أجزاء. الحق قال قدم لنا عرض ممتاز يشكر عليه. بينما المركز الثالث أيها الأخوة، هذه لحظات الإعادة لمحمد بن ناصر بالعوضي المنهالي على المركز الثالث، 9 دقائق 42 ثانية و6 أجزاء. تهانينا والناموس أيها الأخوة لكل الأخوة الفائزين.